السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم حول كيفية إنشاء الامتحانات أو الواجبات أو ما شابه ذلك. سبق وأن تكلمنا في المحاضرات السابقة حول ما يسمى بالواجب الدراسي، هذا الواجب الدراسي، وتكلمنا عن زر إنشاء والقائمة المنبثقة عنه. تكلمنا حول التكليف وعرفنا أنه من خلال التكليف يمكن أن أضيف واجب أو تقرير أو مقالة أو عرض تقديمي أكلف الطالب به. فتكلمنا على حول كيفية إنشاء مقالة أو تقرير أو عرض تقديمي. اليوم سنتكلم حول كيفية إنشاء واجب. يمكن إنشاء الواجب بطريقتين، إما الذهاب إلى التكليف واختيار نماذج أو فورم، وإما الذهاب إلى مهمة الاختبار quiz assignment. طبعا بعد الضغط على assignment أو ستظهر لنا هذه الفورمة الشبيهة بالفور عفوا هذه الصفحة الشبيهة بصفحة التي تكلمنا عنها في التقارير أو المقالات أو ما شابه ذلك. لكن هنا الذي يختلف هو أن نذهب إلى النماذج، هذه باللون البنفسجي النماذج، أو باللغة الإنجليزية فورم. طبعا نملأ هذه العنوان والتعليمات العنوان هذا والتعليمات والدرجة وتاريخ التسليم، وندرج هذا الواجب تحت موضوع معين مثل موضوع الواجبات أو موضوع المحاضرة الأولى أو الثانية أو ما شابه ذلك. طبعا بعد ما نكمل هذا الشيء نضغط على النماذج، هذه النماذج. بعد الضغط على النماذج ستظهر هذه الأيقونة بلانك كويز، أو ممكن أنه أذهب مباشرة إلى كويز أساينمنت. ستظهر هذه الأيقونة مباشرة. الفرق بين أساينمنت وكويز أساينمنت، في حالة الضغط على أساينمنت أو التكليف ستظهر مجموعة من الخيارات: مستند، عرض تقديمي، رسوم، نماذج فورم، هذه باللغة عفوا باللون البنفسجي. أما عند الضغط على كويز أسايمنت سيكون لدينا خيار واحد فقط، هو أو بالأحرى سيوجهنا إلى مباشرة إلى بلانك كويز، إلى فورم أو نموذج. كلاهما صحيح. بالنتيجة يجب أن أملأ هذه الفراغات، العنوان مثل ما ذكرنا سابقا. بعد ذلك أضغط على هذه الأيقونة البنفسجية فتظهر لي هذه الصفحة الماثلة أمامكم. طبعا ممكن أنه بداية أغير هذا الاسم بلانك كويز، ممكن أن أكتب الواجب الأول، الامتحان الأول، فيرست تيست، حسب الاسم الذي يمكن أنه تستخدمه. بعد ذلك ممكن أن آخذ هذا الاسم كوبي وأنسخه هنا أيضا. هذا بالنسبة إلى الاسم. بعد ذلك نبدأ بالسيتنج أو الإعدادات لهذه الفورمة، هذه جدا مهمة. الذهاب إلى هذا القرص المسنن، طبعا بعد الضغط عليه ستظهر لنا هذه النافذة. هذه النافذة فيها ثلاثة إعدادات: عام، هذا واحد، اثنين عرض تقديمي، وثلاثة كويز أو الاختبارات. طبعا بالنسبة للعام، الآن نتكلم حول العام. بالنسبة للعام عذرا سنقوم بأولا تحديد هذا الخيار، جمع عناوين البريد الإلكتروني. طبعا بشكل عام إذا خلينا صح على هذا المربع، فالفورمة ستطلب من المجيب، سواء مثلا الطالب على سبيل المثال، أن يكتب إيميله الذي سيجيب من خلاله. ولهذا راح يكون عندك أنت إيميل الطالب، ممكن أن تراسله، ممكن أن تدز له الدرجة على هذا الإيميل. طبعا إذا شلت هذا فما راح يكون الإيميل إلزامي، يعني إذا خليت هذا الخيار راح يكون الإيميل إلزامي، ما ينقل الطالب إلى صفحة الأسئلة إلا يخلي إيميله. زين، هذا بالنسبة إلى جمع عناوين البريد الإلكتروني. طبعا يفضل أنه توضع حتى أعرف عن الإيميل الذي أجاب منه الطالب وأقدر أستطيع أن أتواصل معه. بعد ذلك يجب تسجيل دخول. هنا التقييد برد واحد،
طبعا التقييد برد واحد يفضل أن أخلي عليه صح أيضا، لأنه إذا كان عندي امتحان أو واجب أنا أريد من الطالب إجابة واحدة فقط، فيجب أنه الطالب عندما يجيب من إيميله مثلا الرسمي أو إيميله المحدد فلا يستطيع أن يجيب مرة أخرى بنفس الإيميل. فبهذه الطريقة أقيده برد واحد. متى أرفع هذا الخيار؟ هذا الخيار ممكن أن أرفعه في حال أنه أنا وضعت مجموعة من الأسئلة لغرض التدريب لكي يتدرب عليها الطلاب، فممكن أن الطالب يحل مرة ومرتين وثلاثة لغاية ما يشوف نفسه أنه ضبط الأسئلة وأصبح ماهرا فيها. فبهالحالة أنا أشيل هذا الخيار التقييد برد واحد. أما إذا كان عندي خيار جدي، عفوا امتحان جدي أو واجب جدي، فيجب أن أضع هذا الخيار أأشر بعلامة الصح. طبعا يمكن للمجيبين تنفيذ ما يلي. هذا أيضا ما يعني من عندما يكون عندي امتحان هذا الخيار يجب أن ألغيه، يعني ما أخلي عليه، ما أأشره، ما أخلي عليه علامة صح، لأنه إذا خليت عليه علامة صح الطالب راح يستطيع أنه يعدل إجابته. فطبعا بعد ما ينتهي راح يستطيع أنه ممكن يعدل إجابته، مثلا عرف الإجابة الصحيحة من زميل أو بطريقة أخرى أو عن طريق فتح الكتاب أو نزله، فراح يقدر يعدل إجابته. فأني أيضا هذا الخيار ما أخلي عليه إشارة صح. مشاهدة الرسوم البيانية للملخصات وردود النصي، هذا أيضا أحاول ما أخلي عليه صح حتى لا تظهر عند الإجابات أو الردود بشكل بالنسبة للطالب. فأضع صح فقط على جمع عناوين البريد الإلكتروني هذا، وأضع صح على التقييد برد واحد. هذا بالنسبة إلى العام. طبعا قبل ما أضغط على حفظ أنتقل إلى العرض التقديمي. بالنسبة للعرض التقديمي عندنا ثلاث خيارات: إظهار شريط التقدم، هذا لا بأس به، ممكن أن الطالب حتى يعرف أنه كم صفحة عنده، كم بالنسبة للأسئلة، راح نعرف شلون راح نقدر نقسم الأسئلة، تعاريف في صفحة، تعاليل في صفحة، صح وخطأ في صفحة، فيعرفوا لي صفحة وصل، فهذا لا بأس به، نخلي إشارة صح لي. الترتيب العشوائي للأسئلة، هذا أيضا جدا مهم، هذا أيضا أخلي عليه علامة صح. ليش؟ لأنه هذا بهالحالة راح يرتب لي الأسئلة، كل طالب راح تجي الأسئلة بترتيب يختلف عن طالب الآخر. مثلا السؤال الأول عند الطالب ألف يختلف عن السؤال الأول عند الطالب باء، والسؤال الثاني عند الطالب ألف راح يختلف عن السؤال الثاني عند، طبعا هي نفس الأسئلة لكن شنو الترتيب راح يختلف مالتها. فبهالحالة راح هذه إحدى الطرق اللي ممكن أنه تقلل، وما إحنا ما نقول تنهي، ولكن تقلل من عملية النقل وعملية يعني كأنه مشروع مسوي أسئلة أي و بي، لكن هنا كل طالب راح تجيب بترتيب معين، فهذا يجب أن أضع علامة صح لي أيضا. عرض رابط لإرسال رد آخر، هذا عوف فارغ، لأنه ما أريد أن يظهر لرابط حتى يرسل إجابة أخرى مثل ما سبق وأن تكلمنا عنه في العام. طبعا هنا رسالة التأكيد ممكن أن أكتب له مثلا شكرا لكم، تم استلام إجابتكم، حتى الطالب يعني يطمئن أنه إجابته وصلت، فتظهر له رسالة أنه تم التسليم. هذا بالنسبة للعرض التقديمي. أنتقل منه إلى شنو؟ الاختبارات، هذا أيضا مهم. بالنسبة للاختبارات إذا هذا الخيار لم يفعل فهذا هذا النموذج أو هذه الفورم سوف لا تعدو كونها مجرد استمارة ملء معلومات. في بعض الأحيان ترسل لنا الوزارة أو الجامعة أو الكلية استمارة لغرض ملء معلومات معينة، فطبعا احنا مجرد نملأ معلومات ما عليها أي درجات أو ما عليها، ليست هي امتحان، فهذا الخيار يكون غير مفعل. هذا يكون غير مفعل، يعني ليس لها أي قيمة للنقاط وليس للأسئلة أي درجات. أما في حال كوني أنا أريد أن أعد امتحان أو واجب عليه درجات فيجب أن أفعل هذا الخيار كما موضح أمامكم الآن. بعد ذلك بعد ما فعلت هذا الخيار أصبحت الفورمة الآن هي ليست فورمة ملء معلومات وإنما فورمة لغرض الامتحان أو الكوز عليها درجات. زين، بالنسبة إلى خيارات الاختبار،
بالنسبة إلى إصدار النتيجة، إصدار النتيجة ممكن أن يتم بطريقتين، أنا أفضل الطريقة الثانية وسأقول لكم لماذا. الطريقة الأولى بعد أن يجيب الطالب بعد ما يضغط سبميت ويسلم إجابته راح تجي الدرجة مباشرة. هذه ممكن أن تحصل متى؟ عندما أنا عندي جميع الأسئلة هي خيارات ما بها شروحات، وكل الخيارات أنا مغذيها الصح والخطأ مالتها ومغذي الدرجات، فهنا الفورمة هي راح تصلح للطالب وتعطيه درجته. هذا بي واحد من المساوئ. المساوئ شنو؟ في بعض الأحيان الطالب قد يكون هو يعني شاطر وممكن يجاوب صح، فرح إجابته تنأخذ كوبي، يعني بعد ما يجاوب وتجي درجته درجة عالية راح ينسخ الإجابة مثلا ينشرها إلى بقية الطلاب، فرح يجاوبون نفس إجابته. بينما في حال أنه أنا شريد أريد أنه ما أعلن الدرجة إلا بعد أن يتم جميع الطلاب من تسليم الواجبات، فأختار الخيار الثاني اللي هو في وقت لاحق بعد المراجعة اليدوية. هذا الخيار الثاني ينفع في حالتين. الحالة الأولى قلنا حتى نقلل من عملية النقل، أقصد يعني النقل بين الطلاب، وأيضا في بعض الأحيان أجبر عليه عندما تكون تحتوي الأسئلة على شروحات. شروحات أقصد بها تعاريف، تعاليل، أي شيء بيشرح، لأن يعني من الصعب أن أغذي القائمة بإجابة نموذجية وتصلح عليها، يعني في بعض كل طالب راح يجاوب بأسلوبه الخاص، فمن الصعب أنه الفورم أنا أصلح. فبهالحالة أني هاي راح أنجب بالحالة الثانية راح أجبر، بالحالة الأولى أنه يفضل أنه أقول في وقت اللاحق، فيفضل أقول في وقت اللاحق. إيش وقت أستخدم هذا الخيار الأول؟ من عندي مجموعة من الأسئلة أريد الطلاب يتدربون عليها، فطبعاً بهالحالة أنا أريد الطالب يعرف هل هو جواب صح هل هو جواب خطأ، حتى شنو يظل يكرر ويعيد بالأسئلة إلى أن جاوبها كلها صحيحة، ويكون بذلك قد تمرن على هذه الأسئلة. يعني شنو؟ امتحان غير جدي، امتحان فقط لغرض التدريب. أما إذا كان امتحان جدي لا، فأنتقل إلى الخيار الثاني للأسباب اللي ذكرتها الآن. يمكن للمجيب مشاهدة هذه أيضا راح تكون إحدى الطرق اللي ممكن أنه تقلل عملية النقل بين الطلاب. شلون حتقلل عملية النقل بين الطلاب؟ عفوا، الأسئلة غير صعبة. هنا الطالب إذا خلي هذا الخيار صح راح يشوف شنو الأسئلة اللي هو جاوبها خطأ بدون ما يقول له هو الإجابة الصحيحة شنو، بس راح يعرف أنه هاي إجابتها خطأ. فخاصة بالمالتيبل تشويس أو بالخيارات المتعددة ربما ينقل ذلك الزميل يقول له هذه الإجابة خاطئة، فراح تقل يعني تزداد احتمالات الإجابة الصحيحة لدى زميله الآخر وهكذا. فهذا يعني لغرض التقليل من عملية النقل ما أشر هذا الخيار. أشر قلنا طبعا يستثنى من ذلك الحكي، هذا الحكي يستثنى إذا كانت الأسئلة لغرض التدريب، زين، لغرض تمرين الطلاب. أما إذا كانت جدية فهذا الخيار غير لا يفعل. الخيار الثاني الإجابات الصحيحة. أيضا أنا إذا دعمت حين الطلاب امتحان تدريبي أو لغرض التمرين فلا بأس أن الطالب يشوف الإجابة الصحيحة ويتعلم من عندها. أما إذا كان لا الواجب أو امتحان عليه درجة وامتحان جدي فأيضا هذا أيضا لا يفعل. زين. بالنسبة إلى قيم النقاط، طبعا قيم النقاط ممكن أنه أخليها حتى الطالب يعرف كل سؤال إيش قد عليه يعني درجة. هذا بالنسبة للاختبارات. بعد ما كملت العام والعرض التقديمي والاختبارات ممكن أن أضغط على حفظ، وبهذا أكون قد أتممت تهيئة النموذج مالتي بالإعدادات المطلوبة. طبعا هذا الدشوف، هاي اللوحة، هاي هذا الزر أمامكم أو هاي الأيقونة. هاي الأيقونة من عندما أضغط عليها راح تظهر عندي هذه الواجهة. هذه الواجهة ممكن أن أغير لون الفورمة من البنفسجي إلى ألوان أخرى، منطيني خيارات، ممكن أضيف صورة، هاي هنا إضافة اختيار صورة، زين، فممكن أنها أتحكم بشكل أو لون الفورمة أو النموذج، زين.
بالنسبة إلى عند الضغط على هاي الثلاث نقاط الرأسية، ستظهر لي هذه القائمة، ستظهر لي هذه القائمة. طبعا هذه عندما أعمل مثلا شيء أريد أن أتراجع عنها، مثلا فد خطأ معين، ممكن أن أضغط على تراجع إنشاء نسخة. أريد أن أستنسخ هذه الأسئلة، يعني أعمل نسخة من هذه الفورمة حتى أستخدمها فيما بعد كتمبليت، أو شو نقول، كنموذج أقدر من خلاله أسوي أسئلة أخرى. ممكن أنه أنقلها إلى المهملات إذا كانت أنا يعني أريد أن أمسحها مثلا، أو حدث فيها خطأ ممكن أنا أمسحها، لكن هذا النقل إلى المهملات يجب أن يجتنب إذا كانت هناك إجابات للطلبة. ليش؟ لأنه في حال أنه الإجابات موجودة ونقلتها إلى المهملات، راح كأنما إجابات الطلاب ستذهب هباء منثورا. زين، الحصول على الرابط الذي تم ملأه، هذا أيضا ممكن أنه أرسل الرابط إلى أحد الطلاب. طباعة، ممكن أن أطبع هذه الفورم بعد ما أكمل الأسئلة، تنطبع على شكل أسئلة طبعا غير محلولة، أو إذا كان بها حل أيضا ممكن أن أطبعها، ممكن أحولها إلى PDF أو ما شابه. إضافة متعاونين، طبعا هاي إضافة متعاونين يقصد لي أساتذة وليس طلاب، لأنه ممكن أن أضيف أساتذة، يعدل، يضيف، يحذف، يشوف وجهة نظره شنو. زين، محرر النص البرمجي، هاي صراحة ما يعني عندي فد معرفة قوية بها، لكن ما أتصور راح نحتاجها هنا. الإضافات أيضا، الإعدادات مفضلة هم ما بها ذاك الشيء المهم. طبعا نأتي الآن إلى، طبعا أول ما تنفتح الفورم هو راح يضيف لي هنا مثل شلون نقول قسم، هذا قسم يسموه، هذا يسموه قسم عنوان، يعني عنوان رئيسي مكتوب بيه بلانك كويست، طبعا قلنا نغيره، نسوي مثلا الواجب الأول كذا. وصف النموذج أيضا أكتبه مثل يا مرحلة أو هو شنو الموضوع، هاي وصف النموذج. طبعا هذا يسمى سؤال، هذا سؤال، هذا قسم، هذا قسم، عفوا قسم، وهذا يسمى سؤال. طبعا اني مثل ما رتبنا الصفحة مال الصف الدراسي عن طريق إنشاء مواضيع متعددة، قلنا المحاضرات، الواجبات، الأسئلة مالتي أيضا ممكن أن أرتبها. شلون أرتبها؟ أرتبها عن طريق إنشاء إضافة أقسام، إضافة قسم. مثلا أنا عندي 5 أسئلة، طبعا هذا أول قسم، هذا أول قسم، أول قسم، هذا أكتب بيه رقم الواجب أو أكتب بيه رقم الامتحان، هذا أتركه. بعده أقدر أضيف، طبعا بعد هذا القسم أقدر أضيف سؤال، إضافة سؤال، أختار هاي بعدين نتكلم عنها، إنه أختار شورت أنسر، أكتب اسمك، يعني حتى الطالب يكتب اسمه من يجاوب. فهسه خلينا نبدي وحدة وحدة، هذا قسم، أضيف قسم آخر. مثلا أنا عندي 5 أسئلة، أضيف 5 أقسام بعد هذا القسم، 5 أقسام مثل هذا راح تطلع. كل قسم أكتب بيه مثلا السؤال الأول عرف ما يلي، أمسح هاي وأكتب عرف ما يلي، ها طبعا بالقسم الثاني اللي راح أضيفه. زين، علل ما يلي، مثلا اختر الإجابة الصحيحة وما شابه. فصير عندي كل قسم هو عبارة عن سؤال. طبعا أفرع السؤال شلون، راح أروح عليه وأضيف على أي قسم. مثلا هذا القسم راح أضغط دبل كليك عليه، راح هذا القسم راح أضغط دبل كليك عليه، فراح بعد ما اضغط دبل كليك عليه راح يتفعل، راح اضيف تحت هذا العنوان اضافة سؤال، منها يضيفون سؤال، اضافة سؤال راح يظهر عندي بهذا الشكل. طبعا هو الديفولت او الافتراضي خيارات متعددة، هناك كثير من الخيارات سنتعرف عليها فيما بعد. طبعا بعد ما قسمت الفورم مالتي الى عدة اقسام يسموها سيكشنز، فراح تظهر بالطريقة الآتية: عرف ما يلي، هذا السؤال الأول، علل ما يلي سؤال ثاني، اختر الإجابة الصحيحة سؤال ثالث. طبعا تحت كل قسم أو سكشن من ذني السكشنات أنا راح أقدر أضيف مجموعة من الأسئلة عن طريق هذا الزائد. فمثلا عرف ما يلي أضيف مثلا 5 تعاريف، علل ما يلي 5 تعاليل، اختر الإجابة الصحيحة 5، فيصير عندي مجموعة من الأسئلة مرتبة بشكل واضح و صحيح. طبعا ننهي محاضرة لهذا اليوم، وإن شاء الله في المحاضرة اللاحقة سنتكلم عن كيفية إنشاء الأسئلة
وأنواعها المتعددة. تحياتي لكم جميعا وشكرا لكم.